يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يلصق خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصحابة أبعد الناس عن البدع وأبعد الناس عن وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح نسبة مع أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه أحد، محاط ومغلق عليه ولا يصل إليه أحد. نعم، هذا من حماية الله له. نعم.